أعتاب حنجرة الترنيمة، فسكينة العبادة باغتها حريق أدمى القلوب بكنيسة المنيرة بإمبابة. بضوء الشموع الناحلة ودع أهل الضحايا ذويهم بكثير من الألم والصبر على مصابهم الأليم. صحيت على الصوت دوشة وصريخ وصويت، أنا افتكرت إن في حد بيتخانق في الشارع، قلت ربنا يستر عشان بخاف على أولادي شوية. وأنا الصراحة قلبي اتقطع لما شفت أبونا عبد المسيح الله يرحمه شايلين منزلينه، أشوف العيال شايلين أطفال صغيرة كله اختناق. فالصراحة عيطت وبكيت من قلبي. رئيس الوزراء تفقد مكان الحادث بالإضافة للإطمئنان على مصابي حريق الكنيسة، فالحكومة تعمل من خلال أجهزتها على توفير كافة سبل الرعاية والدعم للمصابين وأسر ضحايا هذا الحريق الأليم بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. فخامة الرئيس من أول لحظة بمجرد علمنا بالحادث الأليم كان توجيهه للحكومة باتخاذ الإجراءات الفورية لطبعا دعم أسر الضحايا وأيضا الاعتناء وتقديم أقصى رعاية طبية للمصابين. عدد الوفيات بلغ 41، والسبب الدخان الكثيف الناتج عن الحريق والتدافع بسبب محاولات هروب الضحايا، فيما يتلقى الرعاية الطبية حاليا 12 مصابا. الحادث الأليم الحقيقة أدى إلى نقل سيارات الإسعاف، عددها 37 سيارة تحركت يمكن في خلال دقائق قليلة إلى المستشفيات. كان في عندنا 55 حالة إصابة تم نقلهم إلى مستشفيات العجوزة وإمبابة العام. مع الأسف الشديد توفى 41 مصاب بسبب الدخان الكثيف الذي نتج عن أثار الحريق، وفي عندنا 2 مصابين الحمد لله خرجوا من المستشفيات. الداخلية المصرية قالت إن الحريق نشب بتكييف بالدور الثاني بمبنى الكنيسة والذي يضم عددا من قاعات الدروس نتيجة خلل كهربائي، وأدى ذلك لانبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسي في حالات الإصابات والوفيات. من جانبه وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بترميم وإصلاح الكنيسة. ختام مشهود لضحايا كنيسة أبو سيفين الذين كانوا في لحظاتهم الأخيرة في كنف عبادة ربهم في فاجعة ملأت كأس الجميع حزنا على ضحايا الكنيسة. حادثة أفجعت الجميع مسلمين ومسيحيين، لتتضافر كافة الجهود هنا لإزالة آثار هذا الحادث. دعواتنا الصادقة أن يرحم الله الضحايا وأن يشفي المصابين. من مصر عمرو موسى.